يجوب أيمن أسواق الموصل القديمة كل يوم حاملا على رأسه كمية من الكعك يبيعها للناس، لكن ما يحمله في قلبه أكبر بكثير مما يحمله على رأسه. يحمل أيمن القرآن الكريم في صدره ويحفظه عن ظهر قلب. من أن يصغير حفظت، أخذ القرآن وانزل عندنا سرداب، هذا جوا السرداب، جوا السرداب تحفظ بيها؟ أحفظ بيه نعم. شو تشتغل هسه؟ أبيع شورك. جلسنا معه في استراحته وسألناه عن أكثر من 20 آية في أكثر من 20 سورة مختلفة، ولم يخطئ في أي منها. كان يسترسل بالقراءة كما لو أنه يقرأها من المصحف بصورة مباشرة. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما ليس به سلطان مأواه النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذن حديدة فشيت وتنازلت في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسوله يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا من ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أيمن كان جنديا في الشرطة الاتحادية وفصل من الخدمة بسبب أحداث سقوط الموصل، ومنذ أكثر من 7 سنوات وهو يجوب شوارع المدينة ويبيع الكعك فيها باحثا عن الرزق الحلال. من زمن من دخل بالدواعش، والحمد لله، لأن الحمد لله اللي الله خلصني منهم. يعني لما القرآن كان أن يسع حالي الراحة وبالخسفة. ما رجعوا؟ ما رجعوني، يعني ما عندي فلوس وما منتمي الحزب. لو منتمي الحزب. حفظ أيمن القرآن منذ صغره في سرداب المنزل، ويقول أنه قد أنجاه في الكثير من المهالك ومحطات الحياة، ويأمل أن يكون هنالك اهتمام بحفظة القرآن مثلما كان هنالك اهتمام بفئات أخرى. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.